دور تسجيل جاهز يا فندم. هيا يا حربي هات الورقة وتعالى. اللي عملته ده عين العقل يا حربي، عين العقل يا حبيبي. اوعى توقف تسجيل. حاضر. رؤوف خليك جاهز، أماني ودعاء وزين أول ما يخرجوا هنهجم على طول. تمام تمام يا فندم. كله يجهز. يلا الكل ورايا. اتفضل يا باشا. مرسي يا روجا. هو اللي هيجيب الورق ده هيجي امتى؟ 10 دقايق بالكتير يا باشا. 10 دقايق مش كتير برضه يا عم صلاح. قعده حلوه والعصير احلى. اشرب اشرب. لا مؤاخذه حربي، رشا ما عملتش حسابك في العصير. ما يجراش يا باشا ما يجراش. بس انا يا باشا لا مؤاخذه في سؤال كده هياكل لي دماغي ونفسي تجاوبني عليه. سؤال ايه ان شاء الله؟ المعلمه انشراح ودنيا قتلتهم ليه؟ اسأل نفسك، ما انت السبب. انا؟ ايوه. ما انت لو كنت سبت الورق عند صلاح ما كانش كل ده حصل. لكن انت خدت الورق وقلت لزين انك سبته عند واحد امين وبتثق فيه، وزين زي المدب قال الكلام ده لعم صلاح، والكلام في الاخر وصلني. انا قعدت مع نفسي وقلت يبقى اكيد الورق يا عند انشراح يا عند دنيا. لكن للاسف ما لقيناش الورق لا هنا ولا هنا. تقوم تقتلهم يا نعيم بيه؟ انا اقتل الدنيا بحالها في سبيل اني اوصل للورق ده. طب والبضاعه يا باشا؟ البودره اللي بالملايين اللي كانت في مخزن عنتر وهوب فجاه اختفت، مش همك يا رخرة؟ لا انت ما دريتش يا عبقري. ما هو البركة في عبد صلاح، هو اللي دلنا على مكان البضاعة في سقارة ورحنا جبناها. يعني البضاعة عندي دلوقتي تحت إيدي، يعني أنتوا خلاص مش ماسكين عليا أي حاجة. وصباعكم اللي كنتوا عايزين تغزقوا بيها عيني بقى تحت درسي، أضغط عليه وقت ما أنا عايز لحد ما أقطعه كده. يبقى لف حبل المشنقة حوالين رقبته. أيوة يا رؤوف. أيوة يا فندم. الهدف وصل بوابة المزرعة. أول ما أماني ودعاء وزين يخرجوا زي ما قلت لك تهجم على طول، مفهوم؟ تمام يا فندم. أيوة يا عصام. أوكي. في عربية جت بره يا باشا. سواها بيقول إنه جاي لحربي. خليهم يجيبوه. لا استنى، زين واماني ودعاء يمشوا الاول يا باشا. اشوف الورق الاول وبعد كده يمشوا. بس ده ما كانش اتفقنا من الاول. انا بقى عيل وبرجع في كلامي. خليهم يدخلوه. ايه يا رؤوف؟ عربيه الهدف دخلت القصر. واماني ودعاء وزين مالهمش اثر يا فندم. يعني ايه مالهمش اثر؟ العربيه دخلت ومحدش خرج. صوت التسجيل واضح عندك؟ تمام يا باشا. كنا ماشيين كويسين. اتاكد الاول ان الورق كله موجود وبعد كده نشوف. كده في حاجه غلط، اكيد في حاجه غلط. السلام عليكم. مين؟
عنتر؟ انت لسه عايش يا راجل؟ ايوه يا باشا، زي القطط بسبعة ارواح. ماشي يا قطة، غلطة غلطة وهتتصلح قريب. جبت الورق؟ جبته. أشوفه؟ هتشوف. حلوة الخزنة اللي انت شايل فيها الورق يا عنتر. هاتوا. استنى يا عنتر. زين ودعاء واماني وعنتر يمشوا الاول يا باشا. اشوف الورق الاول. مش قبل ما يمشوا يا باشا. انت فاكر نفسك مين يا واد انت؟ انت تديني انا اوامر؟ انت فسل ولا تسوى. صرصار ادوس عليه بجزمتي. عايز تمشي كلامك علي انا؟ ده لسه ما اتخلقش اللي يمشي كلامه على نعيم السيوفي. عارف مين نعيم السيوفي؟ نعيم السيوفي ده خدعه كبيره قوي، بالونه منفوخه على الفاضي، مستنيه بس شك الدبوس قد كده اهو عشان تفرقع. وانا بقى يا باشا راس الدبوس، اذا لا مؤاخذه يعني هفرقعك. تفرقع مين يا فسل؟ ده انا اللي يقف في سكتي هنسفه ناس. هاتوا منه الورق. ايه ده؟ ايه ده؟ انت كده بتلعب بالنار يا حربي. انت اتكلم، الورق اللي انا عايزه فين؟ انا قلت لك يا باشا مفيش ورق قبل ما يمشوا، وما دام ما مشوش يبقى مفيش ورق. كده تبقى انت جنيت على نفسك وعليهم، لان مفيش حد فيكوا هيخرج من هنا الا لما اخد الورق اللي انا عايزه. لا هو سعادتك فاكر ان انا جيت لحد هنا ووراي عنتر من غير ما نكون مأمنين نفسنا كويس وكويس قوي؟ لا يا حرب، لا يا حبيبي، اللعبه دي انا اللي مخترعها لك، ما تجيش تعملها معانا، ما ينفعش. احسن لك تعترف يا حربي فين الورق بدل ما تضيعوا كلكم. فين الورق يا حربي؟ رؤوف اهجم حالا، خد رجالتك واهجم على القصر من البوابه وانا ههجم من الجنينه. اضرب! عصام في ايه يا عصام؟ البوليس هجم علينا بقوه كبيره جدا ومش عارفين نوقفهم. لازم نهرب، يلا بسرعة على العربيات، هاتوا البنتين معانا وخلصوا على الباقيين. ما تتحرش يا زين، الحقوهم الحقوهم. يلا زين يا حبيبي، ارمي سلاحك واقف عليك لفوق، ارمي سلاحك. فين اماني ودعاء؟ دول على الدراش وزين.